مما يتعلق بالبسملة من الأحكام أن البسملة ليست ذكراً مستقلاً، فمن البدع المحدثة أن تذكر الله بالبسملة كما يفعل الخرافيون والصوفيون، يجلس ويقول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. هذه بدعة ضلالة لا أصل لها، إنما البسملة مقصودة لغيرها، تستفتح بها قراءة القرآن، تستفتح بها الكتب، تستفتح بها الدروس، تستفتح بها المحاضرات، فهي مقصودة للبداءة بأمر مهم. وفي الحديث المروي من طرق كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي لفظ بحمد الله، وفي لفظ بذكر الله فهو أبتر، وإسناده ضعيف، وحسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه.